الاستوديو راه صافي. يا مهدي راه بسم الله عليه راه كي شريته انا شريت واحد اخر. اسمع وصيه عاد هيك الراجل اللي مقابلك باش يبكر نهار العيد، قل له ما يجيش يذبح لنا مخر اخر ضربه في صلاه العيد، يرمي الماعون في القفه وينادي طول بالدار. طوي يلقاني نستنى فيه قدام الباب. لا انت استنى فيه قدام الباب يا مقروفه باش يجر عليك انت لولا قبل العلوشة. المدفع ليا من الجرار، اعطي اعطيها وصافي باش ما يغلطش فينا انا وصفاي تخدي. ايوا انا عندها شكون جايه نهار العيد. هيا باهي يضر فيها شطط بعضها يا خلي سعيد. ريت ريت هالاخوه عندي هذم يا مهدي. ربي يقوي سعدهم. امين يعيش يزين ليلتهم ويقوي سعدك في ثنيه حتى. لما حدا مش قولك على حاجه تعرف اول تجربه ليك ناجحه في العيد انك تشوف لطيفه ولا زبيده شكون تقد روحها في الدواره هكا ولا هكا. منا الدواره والكرشه. علم بنتك الشطاره وانطر وخسيد الدواره. اما المعزل تعرفه كل عاره. ايه ما هو قال لك اللي مرته ما تغسلش الدواره. انت تعرف طلقت تنسى هو شيء ها؟ معناها اللي ما تعرفش هذه انت طلقت تنسى تنظفها مش تحيح. شنو احكي طلق تنسى هذا؟ احكي لهم يا عم يوسف. طلق تنسى هذا اللي جدره هو مشكل واحدة تعرف وبالفعل هو كما قلت لك المثل هذا كيف قالوا علم بنتك الشطاره والنطاره وخسيل الدواره لان الدواره تتطلب مهاره في خساره الخسيل نتاعها. اما المغزل تعرفوا كل عاره يراه ماهوش تقليل من شان غزل الصوف بالعكس. اما هذيك كاني المهنه المتداوله ما ثماش هذيك من بديهيات الامور تعرف المغزل لانه يعني بالوراثه. لكن خسيل الدواره تتطلب مهاره وثم عندنا الفحته وثم الكرشه سهله. اما الفحته ما فيها طبقات طبقات يعني لازمك تتبعهم بالطبقه بالطبقه. تسمع يا لطيفه ما لا لا من ناحية لطيفة لا تسمع فيك تسمع تكتب تكتب قاعدة لطيفة يلزمك بيقات بالتفصيل تقول عليك تورق فيك الراسة صحيح. يا عيني وانت عاد شاطر هكا ولا خايف يعني شاطر في الامور هذه الامور هذه تعين المدام تعين المدام ولا في العيد اسالوها اسالوها اتصلوا بها وانت خالي سعيد شاطر ولا شاطر وناطر في الماكلة. بسم الله عليا بسم الله عليا ما هو يقول لك بالحق المرأة تعرفها بالبين هات العيد وهي تبدا عاد ها مهمهمة وفم رجال ما تعمل شيء في العيد ها لا ثم ثم يداو تفرجوا كيفك انت يا مهدي واش انت تتفرج كان تاكل وبرا والله برشا ضرب اليوم واش كان نبدا واحسن بالالغاز بتاعنا انا هيا عم يوسف اسمع يا لطيفه عم يوسف فرحان سرقوا له العليش والله بعد راح يحكيوا على العليش اللي سرقوهم لك والله اول مره لحظه لا. اول مره عم يوسف يدخل الاستوديو وجهه احمر قلت له تبارك الله وجهك منور كيف عليك بعد بعد احنا والله بعد يا عم يوسف حتى تشرب عرق والله والله يوجع والله هيا قرا اللغز بتاعك كيف سمعت ولا ما سمعتش قرا اللغز يظل الموسم تسرق هاي سيدي اسمه علي اسمه فيه الحاء وبالك تقول حوت هاي. إذا طلع من الماء يحيا وإذا دخل الماء يموت حلبة حلبة ومهدي يقول لكم لغز بإمضاء صديقنا أنيس القروي من العامرة يا سيد القاضي نجيتك نشكي على حاجة ما صارتش لولد تخلق وأمه ما زالت ما تولدتش وراسك الدورة اللي على يمينك شوية في عقلك وانت تقول شي عليك هيري